بعد الخراب الذي طال محل عمله في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، عاد العم أبو رائد لممارسة عمله في الجانب الأيسر الذي يعد الأقل تضررا من معارك التحرير، عبر فتح مطعم للمشويات، وكله أمل بعودة الحياة بعد الحفاظ على استقرار مدينته. أنا من جانب الأيمن، محلاتنا بباب الجديد، حياة صعبة جدا، فجينا تحولنا بالزور بالأيسر، فتحنا مطعم عندي نشتغل به، إن شاء الله يصير أعمار بذاك الجانب وترجع الحياة مثل الأول ونرجع لذاك الجانب. ومنذ استعادة القوات العراقية السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من داعش، بدأت تدب الحياة فيه بعودة الدوائر الحكومية وفتح المحال التجارية وتشغيل المصانع الأهلية رغم الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تواجه الموصل. تهمة من قبل الأهالي في مبادرة فتح المحلات التجارية اعتمادا على التمويل الذاتي الخاص بهم، وكذلك عادت الحياة إلى الجانب الأيسر بفتح الدوائر والمدارس والجامعات وفتح المصانع الخاصة الصغيرة. ورغم شواهد الدمار التي بقت شاهدة على قساوة المعارك ضد داعش، يستأنف سكان المناطق الأقل تضررا حياتهم اليومية في الجانب الأيمن، وكلهم أمل بتعويض ما مضى وإعادة إعمار مناطقهم التي لا يستطيعون مفارقتها لضمان عودة النازحين إليها. من المناطق كلها ضررت بها، فزحمة يعني تعود الحياة، بس أكو مناطق لا الحياة عايدة بها، فنحن مع الحياة عن نمشي نصارعها للأمور كلها نستاني عنه ونرجع لمناطقنا. مدير بلدية الموصل أكد للحرة سعي كوادر البلدية لإعمار وتأهيل المؤسسات الخدمية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل رغم قلة الآليات والضائقة المالية، إضافة إلى الديون المتراكمة على ذمة دائرته وتركها وحيدة العمل. وقطعنا شوطا كبير، استقرار كامل في الساحل الأيسر، 90% من الاستقرار في الساحل الأيمن باستثناء المدينة القديمة التي تحتاج إلى جهد دولي وجهد حكومي مركز مع انعدام الآليات وعدم توفر التخصيصات. ويرى مراقبون أن إزالة هذه الصورة المؤلمة في الضفة اليمنى لنهر دجلة يتطلب جهدا دولي، أما الحفاظ على استقرار المدينة أمنيا هو نبراس إعادة الحياة إليها ولو كانت تلك العودة بشكل تدريجي. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.